ادخل. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. كنت عايز بس اسالك عن حاجه. اسفه، اصل انا رحت لك اوضتك ما لقيتكش، ف اتخضيت بصراحه وافتكرت انك سبتنا ومشيت. قلبي كان هيقف. بعد الشر عليك. سبت اوضتك ليه؟ فضلت قاعد فيها طول الليل واول الشمس ما طلعت جيت. ليه؟ الاوضه الجديده ما عجبتكش؟ لا بس هرتاح هنا. شفت كريم قال ايه؟ هيقول ايه؟ بيقول لي يا مامي مش عايز البيت ده، ولا عايز لعبي، ولا عايز الفلوس، ولا اي حاجه. اديهم كلهم لعمامي. ليه هيقول كده؟ خايف علينا. ان شاء الله ما فيش حاجه هتحصل تاني. اللي يضمن لك ده. كان فاضل ايه يعني يا خلف؟ ناس بسلاح دخلوا على البيت امبارح، ومؤامرات في الشركه. كان فاضل يحصل ايه تاني؟ ده انت لولاك امبارح انا معرفش ايه اللي كان ممكن يحصل لكريم. الحمد لله اللي جات على كده، وهو ربنا ستر. فريده هانم، روحي شوفي كريم. بيحصل فعلا. مدام زهره الهلاوس اللي بتجيلها بتخليها تتخيل ان حد بيضربها او بيقتلها. طب يا دكتور، الهلاوس دي ممكن تسيب اثر على جسمها؟ انت ممكن تحلم ان حد قرصك، تصحى تلاقي احمرار مكان القرصه، وممكن تكون ناسي الحلم نفسه. اه فعلا. يا دكتور، هي عامله ايه دلوقتي؟ مش هنا خالص. ازاي يعني؟ ما بتلحقش تفوق الا وتصرخ، فبنديها حاجات تهديها. طب الحاجات دي يا دكتور مش ممكن يعني تتعود عليها؟ تأمن يعني؟ اه. احنا لحد دلوقتي مسيطرين على الموقف، وبنديها جرعات مخففه عشان ما نخش في مشاكل اكبر. بعد اذنك. اتفضل. اه، لو سمحت حضرتك قبل ما تروح تبقى تعدي الحسابات. حاضر. ايه الجلابيه مش لاقي مع الشوكه والسكينه؟ لا خالص، ليه بتقول كده؟ انا متضايق. بتحاول تقرا افكاري صح؟ ابتديت اقلق منك. لا اطمن يعني، شفت عينيكي في الاول راحت على الشوكه اللي في ايدي، وبعدين راحت على الجلابيه. هو انت ليه بتلبس جلابيه ومش بتلبس بدل؟ دي خلاقياتي اللي تعودت عليها طول عمري. ايوه بس انت دلوقتي بتشتغل في الشركه ولازم تلبس زي الناس اللي هناك صح؟ لا ايه اقول لك ان انا ما برتاحش يعني غير في الجلابيه. غريبه جدا، مع ان انا متخيله كده انك هيبقى شكلك لطيف في البدا يعني. انا بتهيألي يعني اللي بيلبس البدله ده ساعه ما يلبسها كده يعني بيحس بنفسه كده يعني، بتاخده في سكه تانيه بيبقى منفوخ. يعني انت برضه هتفضل لابس الجلابيه؟ طب قول لي، انت لما بتروح المدرسه مش بتلبس هدوم المدرسه؟ ايوه. لما بترجع من المدرسه، لما تعاود، مش تبقى نفسك تقلع هدوم المدرسه؟ ايوه. طب خلاص خلاص، انت كمان تلبس البدله لما تروح الشركه، ولما ترجع تلبس تاني الجلابيه صح؟ غلبني غلبك.
يعني هحاول هحاول. والله خايف لأفرح تجلي بيها غم، علمت قلبي خاف من الفرحة ما بفرحش، وانا اللي فاكرني جال اني حافظها صم، اجي اسرق الضحكة اضحك ليه وكيف معرفش. انا لقيتك سارح قلت مش عايزة ازعجك. لا ابدا ولا ازعاج ولا حاجة. كنت سرحان في ايه؟ لو مش عايز تقولي عادي مفيش مشكلة. لا ابدا، يعني الواحد لما عقله يشرد يبقى عامل زي الراديو، يعني حطت الراديو، يعني حاجات من امبارح حاجات من زمن بعيد، يعني توهة. هي دي التوهة اللي انا كنت حاسة بيها قبل ما قبلك، يعني قصدي انت عارف بقى مرض كريم وحاتم والشركة والمؤامرات كلها. بجد انا مش عارفة كنت ممكن اعمل ايه لو وجودك جنبي انا وكريم. عارف انا النهاردة لما جيت اوضتك وما لقيتكش اترعبت. ايامه هتعدي، الحمد لله كريم اتردت له عفيته، وحاتم والعيلة هيرجع عن جنونهم وشرهم وكل شيء يرجع زي الأول وأحسن. يا ريت. نفسي بقى، نفسي أغمض عيني وأفتحها ألاقيهم كلهم اختفوا من حياتي، ينسوني بقى وأنساهم. هتنسي كل حاجة إلا أنت. أنا مهما عملت مش هعرف أرد لك حاجة من اللي عملتها لي أنا وكريم. جميلك هيفضل طوق في رقبتي لحد ما اموت. ليه تقولي كده؟ محدش ليه جميل عليك. ربنا سبحانه وتعالى اراد يحطني في طريقك عشان يخلصك من الشر المحاوطك. انا مش فاهمه الناس دي خالص، هما عايزين ايه؟ ايه اللي ناقصهم عشان يتمتعوا بالحاجات اللي بين ايديهم؟ ناقصهم ايه؟ ناقصهم الرضا. عارف يا خلف، كل ما ابصلك كده احس ان جواك حب لكل الناس ملوش حدود، وفي نفس الوقت احس ان في جواك حزن ملوش حدود. مهما ضحكت بيفضل الحزن باصص من عينيك. عارف يا خلف انا نفسي في ايه؟ نفسي اشوف عينيك هي اللي بتضحك. تضحك امتى؟ قريب ان شاء الله قريب. جد؟ قول يا رب. يا رب يا رب اشوفك بتضحك.